تانية عايز اتكلم عن الاداء الهجومي للنادي الاهلي خلال الشوطين، الشوط الاول والشوط الثاني، لما كنا بنلعب براسين حربه وبعد كده لما غيرنا براس حربه. ولكن عايز رايك لما انت بتلاقي في الملعب حكم مش مديك حقك وحكم مش مديك الحمايه، بيأثر عليك ازاي وانت لعيب في الملعب؟ بص يا كابتن ايمن، حته ان هو يديني الحمايه دي ده حقي، ده حق مشروع ان انت لازم تحميني في الملعب زي ما انت بتحمي الفريق المنافس، لازم تحميني انا برضو لان انا طرف في المباراه. لكن انا عايز اتكلم في نقطه بس اعقب عليها برضو على الكابتن عادل اللي هو بيتكلم على الكابتن ابراهيم نور الدين. الكابتن نور الدين فعلا بيبقى عصبي زياده عن اللزوم في الملعب، وده ممكن يوتر الماتش زي ما حصل النهارده. يعني الماتش المفروض ان انت النادي الاهلي المفروض ان هو لو كسب المباراه يتوج بالدوري، وفي نفس الوقت الاتحاد برضو محتاج الماتش، فالمباراه يعني مش معركه او مش حاجه مثلا انت بتنافس، مثلا الاتحاد بينافس على الهبوط، الاتحاد لا المركز الثالث تقريبا او المركز السابع، فهو مكانه يعني مرتاح في الجدول. نفس الوضع للنادي الاهلي، النادي الاهلي لو ما حسمش النهارده هيحسم الماتش الجاي، فبرضو الموضوع يعني مش فارق مع النادي الاهلي قوي، بس هي الناس كانت متعشمه النهارده زي ما حضرتك قلت ان النادي الاهلي خلص النهارده ونحتفل بالفوز. لكن كابتن نور الدين كابتن ابراهيم فعلا عنده مشكله، لازم يهدى شويه لان دي مش اول مره، برده حصلت في البطوله العربيه من حوالي 3 سنين برده حصل مشكله في مباراه الفيصلي ومش فاكر كان مين الطرف الثاني، وحصل مشكله كبيره برده في المباراه دي واثارت جدل كبير قوي في 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 في, في, في الراي العام في مصر، لان طبعا يعني كان حصل مشاده وضرب وكلام من ده. طبعا الفيصلي كان الفيصلي، فلازم الكابتن ابراهيم يبقى هادي عن كده شويه، لازم يبقى هادي حتى وانت لما بتيجي بتتكلم مع لعيب او تيجي تديله انذار لازم تبقى هادي، يعني لازم تراعي برضو ان انت يعني المباراه مش يعني مش بتحكمش نهائي، عشان ان انت تبقى توصل للعيبه انها توصل للعصبيه دي او ان انت توصل المباراه بالشكل ده. ده بالنسبه للكابتن ابراهيم. وبالنسبه للتحكيم طبعا في برضو الكره بتاعت احمد فتحي ضربه الجزاء، انا برضو ممكن حضرتك انت بتتكلم كقانون ان هي مثلا فيها شك او حاجه، لكن انا شايف انا كلاعب كوره والكابتن يوسف برضو كمدرب او الكابتن علاء او الكابتن عادل هيقول لك لو انت في الملعب يا كابتن هيقول لك مش فيها حاجه. حتى اللي يدل على كده يا كابتن انت عارف ايه؟ ان لعيبه الاتحاد يا كابتن علاء ما حدش فيهم اعترض ولا واحد اعترض من لعيبه الاتحاد ان هي ضربه جزاء، يعني مفيش حد راح للحكم او مثلا قال له انت ما حسبتهاش ليه او اي حاجه، ما حدش اعترض خالص. وحتى احنا كلنا مفكرين ان هو هيحسب فاول على اللاعب بتاع نادي الاتحاد، يعني احنا كلنا استغربنا ان هو راح للفار ان هو بيشوف ايه، احنا مش عارفين يعني. حتى اتفاجئنا لما حسب ضربه الجزاء. برضو ضربه الجزاء الثانيه بتاعت النادي الاهلي يا اما تحسب فاول يا اما تحسب ضربه جزاء، لان فيها شد، في شد واضح يعني ما فيش فيها كلام. انا مش عارف هو ما حسبهاش بناء على ايه لحد دلوقتي، انا مش فاهمها. فممكن طبعا الفكره التحكيميه مع كابتن نصر هو اللي يقدر يقول لنا. لكن المباراه بشكل عام يا كابتن ايمن زي ما قلنا في الاول، تشكيله النادي الاهلي بتعتمد على الكرات الطويله، لان انت ما فيش عندك اللاعب رقم 10 ان هو يقدر ينقل اللاعب من الحته الدفاعيه للحته الهجوميه، ودي دي مأثره على النادي الاهلي بشكل كبير جدا واتكلمنا فيها قبل كده كتير. النادي الاتحاد برضو كابتن طلعت بصراحه يعني عمل جيم هايل، قدر ان هو يقرا النادي الاهلي بشكل كويس، قدر يشتغل على نقط الهجوميه للنادي الاهلي، النقط الايجابيه للنادي الاهلي اللي هي بتتكون في الاثنين سترايكر اللي هو اسكان مروان او بادجي، ان انت بتعتمد بتلعب باثنين فرادة، فطبيعي ان انت هتلعب كرات طويله اللي هي اللونج بول، فهتعتمد على السكند بول الكره اللي بتنزل، فعشان كده وقف لك عمر الميداني الشوط الاول. الشوط الثاني يعني الكابتن طلعت بعد ما خد اللي هو عاوزه من الشوط الاول يا كابتن يوسف، بدا يرجع عمر الميداني ليبرو، يعني بدا يرجعه ليبرو، خلاص انت الراجل بتقفل،